نشكر القارئ سعيد شملوه على هذه التلاوة العطرة، سائلين من المولى عز وجل أن تكون هذه الآيات شافعا له يوم القيامة. أحبتي الحضور، تعالوا لنتعرف معا على جانب من شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من خلال قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هاتان الآيتان نزلتا في الإمام علي عليه السلام. نزلت الآية الأولى في ليلة الهجرة عندما بات علي عليه السلام في فراش الرسول ليغطي انسحاب رسول الله من مكة وليشهد الله على إخلاصه لرسول الله، لأن الإخلاص للرسول هو إخلاص لله تعالى. أما الآية الثانية نزلت عندما كان الإمام يصلي في المسجد ودخل سائل فلم تشغله صلاته عن أن يتصدق بخاتمه لهذا السائل، كل شيء في شخصيته عليه السلام ولخدمة الله تعالى. وهكذا كان سيفه وبطولته وشجاعته لا خدمة للذات وإنما خدمة لله. والآن مع كلمة الحفل لفضيلة الشيخ إبراهيم الصفا، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا يزيد ولا يبيد حتى يرضى وفوق مبلغ الرضا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطهار السادة الأخيار الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، آبائي إخواني أحبتي وأبنائي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب عليه السلام: غدا ترون أيامي ويكشف لكم عن سرائري. بداية لا يسعني إلا أن أتقدم بأحر التبريكات والتهاني لمقام النبوة والعصمة، ولا سيما لبقية الله في العالمين مولانا صاحب العصر والزمان، ولمراجعنا العظام، ولكم أيها الأحبة جميعا سائلين المولى تعالى أن يتغشانا بألطاف هذه الذكرى وبركاتها. علي، من هو علي؟ عندما نقف اليوم لنتحدث حول أمير المؤمنين عليه السلام، فلا بد أن نحاكي أنفسنا وأن نعلم أبناءنا أننا نجتمع اليوم لنتحدث حول صراط الله المستقيم، لنتحدث حول مظهر قوة رب العالمين، لنتحدث حول رجل صار مظهر العدالة في الأرض، لنتحدث حول رجل جعله الله تعالى قسيم الجنة والنار، لنتحدث حول رجل مهما تتابعت الكلمات
فهي عاجزة عن أن تدرك كنه ذاته. كيف ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك أنت يا علي إلا الله ومن؟ وأنا. فإذا من أراد أن يبحر في معرفة شخصية علي فهناك بابان أساسيان يوصلان إلى معرفة أمير المؤمنين، إنه القرآن الذي هو كلام الله بآياته ومعاجزه وشواهده التي تجلت ما بين آيات الكتاب شخصية علي. والطريق الثاني سيرة النبي وما ورد عن لسان النبي صلى الله عليه وآله في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما نتحدث حول أمير المؤمنين فنحن ننطلق من قاعدة نتسالم عليها، إنها قاعدة الاتباع والالتزام المعبر عنها بالتشيع. ما من صغير منا ولا كبير ولا رجل ولا امرأة إلا ويضرب على صدره ويقول: أنا من شيعتي علي. التشيع له جانبان أساسيان، فأما الجانب الأول فهو الاتباع. التشيع لازمه الاتباع والمشايعة، والجانب الثاني معرفة المتبوع. إذا كنت تقتفي أثر علي لتكون علوي الهوى وعلوي القيم وعلوي المبادئ، فلا بد أولا أن تعرف من هذا علي. عندما نتكلم عن جوانب شخصية أمير المؤمنين فالحديث يطول وسنطرق بعضها، فأنى لنا والوصول إلى أو الإحاطة بشخصيته عليه السلام. نتحدث في بعض الجوانب التي تلامس حياتنا. الجانب الأول الجانب العبادي في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. نحن اليوم نعيش في زمن أصاب البعد الروحي فينا حالة من الضمور، حتى صار الكثير منا يصلي ولا يستشعر حلاوة الصلاة، ويناجي ولا يتذوق لذة المناجاة في الدعاء: اللهم أذقني حلاوة ذكرك ولذة مناجاتك وبرد عفوك. كل ذلك ضاع منا، فلا نتذوق حلاوة للدعاء، ولا نستأنس بلذة العبادة، ولا نستشعر ببرد العفو في بريد القلب. ما الذي يجري؟ من أين؟ ها؟ ما الذي يجري؟ أتعلمون ماذا يجري؟ هناك مرض أخذ يستشري في قلوب الكثير منا، وهو مرض خطير، بل ويعدي أيضا إذا ما أكثر أحدنا مجالسة المبتلى به، إنه الجفاف جنو الروحي، الجفاف الروحي الذي يجعل منا لا نتذوق طعم العبادة. تعالوا معي إلى صاحب هذه الليلة، هذا الرجل الذي وضع عنوانا أساسيا للطاعة والعبادة، فكان يقول: إن قوما، هذا هو علي، إن قوما عشقوا العبادة فعانقوها. يتكلم عن صنف تولعوا بعبادة الله. من هؤلاء؟ يأتي أمير المؤمنين فيقول: العباد على ثلاثة أنواع، إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار،
وإن قوما عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار. سؤال للجميع، نساء رجال صغار كبار، والسؤال لي أيضا، أين نقف نحن؟ هل نحن من التجار الذين نعبد بنية الأجر والثواب، فلو أغلقت أبواب الجنة لما خضعت رقابنا لله، ولما عفرنا جباهنا لله، لأن هدفنا الجنة والنعيم والحور العين، فلو لم يكن شيء من ذلك هل سنعبد؟ التجار يحركهم ماذا؟ المكسب والربح. متى من عدم المكسب وانعدم الربح لا يتاجر ولا يقايض ولا يدخل في صفقة أبدا. بينما القسم الثاني وهم من؟ إن قوما عبدوا الله تعالى رهبة خوفا قلقا اضطرابا فتلك عبادة عبيد. العبد يمتثل لأمر سيده خوفا من عقوبته، فلو أغلقت أبواب النار، لأن مظهر عذاب الله هي النار، فلو أغلقت النار لكان فينا، فينا من المؤمنين من ماذا؟ لرفع البعض منا جباههم عن عبادة الله، لأنهم أمنوا من العذاب، فكان المحرك للطاعة الخوف من عذاب الله. هذه مراتب. أما المرتبة التي يتبناها علي ويدعو شيعته ليكونوا عليها، قال وإن قوما عبدوا الله ماذا؟ حبا. الحب حالة من حالات النفس، وإذا قلنا حب فالحالة هذه ليست جزءا لا يتجزأ من حقيقة ذات الإنسان. إذا عرف الإنسان منطقيا وفلسفيا قالوا الإنسان حيوان ناطق، فلا الحيوانية ترفع ولا الناطقية ترفع، فلو أزلت أحدهما فهي أجزاء ذاتية في حقيقة الإنسان. بينما الحالات العرضية كالخوف والأمن والحب والبغض والكره، لاحظوا والجبن، هذه حالات تعرض الإنسان ومنها الحب. فإذا أحب أحدنا ربه فماذا يحل به؟ لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام يحب الله، ولكن السؤال المهم، إذا كنا شيعة لعلي فعلينا أن نجعل من عبادتنا منطلقها ماذا؟ الحب. من أين يأتي الحب؟ من أين يأتي الحب؟ الحب يأتي من المعرفة، على اعتبار أن الحب حالة، وتلك الحالة التي تتجه بها القلوب نحو الله وليدة معرفة المحبوب. عندما نتكلم عن حب الله عز وجل لا بأس أن أقف هنا. حالة الحب هي مرتبة من المراتب، ثم تأتي بعدها حالة العشق، ثم تأتي بعدها حالة الجنون. عندما نسمع عن عابس، ماذا قال عابس في الحسين؟ أجننت يا عابس؟ قال حب الحسين أجنني. يعني هل أفقده الحسين صوابه؟ هل أفقده عقله فصار في مصاف من لا عقل له؟ لا، تماما كقيس. قيس الذي جن في من؟ في ليلاه. جن في ليلاه، أفقد عقله وصوابه؟ أبدا، وإلا لما رأينا ذلك الإبداع من الشعر الجميل. لا، الرجل هو تعبير كنائي عن أن مشاعره وإدراكه ووجدانه لم يبقى له،
كله صار عند ليلى، وعابس أيضا لم يبقى له صواب، وجوده كيانه إحساسه كله عند الحسين، فأنا بلا شعور بلا وجود، ولهذا انتزع درعه وصار يقاتل. لاحظوا، وصار يقاتل، ها، ينتظر الموت حبا في الحسين. انظروا إلى المحبة. لو سألنا الجميع أتحبون الله؟ الإمام علي يقول إن قوما عبدوا الله حبا. خلونا نسأل هذا السؤال لنا جميعا، هل نحب الله؟ شو راح تكون الجواب؟ شو تقولون يا أولادي، تحبون لو ما تحبون؟ ما حد يقدر يقول لا، الكل بيجاوب بالإيجاب نعم، بس هذه الإجابة خطيرة ومكلفة. ليش مكلفة؟ يقول أحد العرفاء وأهل السلوك: إذا سئلتم أتحبون الله فاسكتوا خيرا لكم. ليش؟ على اعتبار إن أجبت بالإيجاب وقلت نعم فالله وضع قاعدة: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنا ندعي محبة الله فإن للحب آثار، أنت تدعي، فمتى نبرهن عن صدق دعوانا؟ بالأثر السلوكي. ولهذا افتحوا قلوبكم لهذه الرواية، جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ تأملوا في الرواية جيدا، نحن ندعي أننا نحب الله، ولكن كيف؟ تعال معي إلى شعيب، نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: إن شعيب بكى إلى الله حتى فقد بصره فأعاد الله إليه بصره، وبكى مرة ومرتين وثلاث، أعاد الله إليه بصره، قال: يا شعيب إلى متى هذا الحال؟ إن كان بكاؤك خوفا من النار فقد آمنتك، وإن كان بكاؤك طمعا في ماذا؟ في الجنة فقد أبحتك. فزاد بكاء شعيب عليه السلام وقال: يا رب أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن انعقد حبك على قلبي فلست أصبر. العقدة يعني الربطة، تخيل قلب مربوط بالله فلا يكاد قلبه يستقر في صدره من شدة شوقه لله. علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الرجل العظيم الذي عندما سئل: يا علي أرأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ربا لا أراه؟ تعجبوا، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار، فقال: رأته القلوب بحقائق الإيمان. فالجانب العبادي عند علي جانب يمثل حالة الرقي والترقي. علي صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، ما رأيت شيء إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. حالة الحب أو حالة الخوف أو حالة الرهبة، هذه الحالات إنما هي وليدة المعرفة، وقد بيّن ذلك أمير المؤمنين في قوله في دعاء الصباح: من ذا، شنو؟ كلنا حافظين صح؟ من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. فالخوف والرهبة والحب والشوق والوله، كل الحالات العارضة على الإنسان، إنما هي وليدة معرفة هذا القلب بخالقه سبحانه وتعالى. علي
يقود الأمة نحو ربها بكماله، يقودها بإخلاصه. إذن علي رمز لمن جمع معاني العبادة، فهو القائل: إن قوما عشقوا العبادة فعانقوها. إذا دخل وقت الصلاة ارتعدت فرائص علي عليه السلام وتغيرت أحواله. ما بك يا أبا الحسنين؟ قال: لقد حان وقت أمانة عرضها الله. لقد حان وقت ماذا؟ أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها من؟ الإنسان. فإذا هكذا يعلمنا علي أهمية العبادة. علي عليه السلام ولد في بيت الله ليكون رمزا لي أن لب التوحيد، على اعتبار أن الكعبة، وهذه مقولة لأحد رجال الله من علمائنا الأجلاء، يقول إن الكعبة رمز التوحيد، فلا تكاد ترى جبهة في شرق الأرض وغربها إلا وتنحني باتجاه من؟ بيت الله. وولادة علي في بيت الله إشارة إلى أن لب التوحيد وعصب التوحيد هو الولاية. وعليه إذا كان التوحيد يشار إليه بكلمة لا إله إلا الله، فإن هذه المقولة لوحدها لا تنجي. وهذا نص علي بن موسى الرضا عليه السلام عندما طلبوا منه مقولة عن آبائه في الحديث المسمى بحديث السلسلة الذهبية، فقال عن الله عز وجل، قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. من تقول لا إله إلا الله؟ ثم قال عليه السلام: ولكن بشرطها وشروطها. وأنا التفتوا، الإشارة مرة تكون إشارة ذاتية ومرة إشارة عنوانية أو إشارة شخصية، يعني وأنا علي الرضا، ومرات يقول وأنا عنوانا، يعني وأنا الإمام، يعني أنا ومن قبلي ومن بعدي، هؤلاء شروط لكمالها ولتحقق النجاة بها. ولهذا يا أحبتي، إذا أردنا أن نكون في مأمن من عذاب الله فلنضع أيدينا في حبل الولاية ونتمسك به. عندما نقول أننا شيعة علي بن أبي طالب، وفي هذا اليوم إذ يولد أعظم رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الرجل العظيم الذي حسبنا عليه، ما من شيعي في شرق الأرض وغربها إلا ومحسوب ماذا؟ عليه. معاشر الشيعة، إنكم حسبتم علينا فكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. أنتم معاشر الرافضة، مو روافض أنتم؟ هاي البعض من يقول رافضي يتنكر، شنو رافضي؟ وقعت قضية في الكوفة، لا بأس أن نأتي بهذه القضية ونختم إن شاء الله تعالى. وقعت قضية في الكوفة، تنازع اثنان وكان الشاهد في النزاع عمار الدهني وهو تلميذ جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وكان عالما فقيها. فلما اشتد النزاع رفعت الدعوة إلى قاضي قضاة السنة والعامة وهو ابن أبي ليلى، فلما حضر عنده طلب منهم شاهدا، فقالوا نأتي بعمار، فجيء بعمار الدهني عالم فقيه تقي، العيب فيه أنه رافضي. فلما رآه ابن أبي ليلى، وعمار أعلم منه، لما رآه ابن أبي ليلى قال: يا عمار قم، فإنا نعلم أنك رافضي. يعني مردود شنو؟ شهادة.
مخدوش بيك أنت الشيعي رافضي. يقولون فطأطأ عمار رأسه وتحادرت الدموع على وجناته، فأشفق عليه ابن أبي ليلى فقال يا عمار إنا نجلك ونعظمك وإنك لمن أهل العلم، فلو تركت الرفض لكنا نجلك ونعظمك، بس اترك لا تكون رافضي لا تصير شيعي. تقول الرواية فزاد بكاؤه وارتفع نحيبه فأشفق عليه ابن أبي ليلى قال هون عليك، فقال له عمار إنما بكيت لأمرين، لأجلك ولأجلي، أما لأجلي فقد نسبتني إلى رتبة ومقام عظيم أخشى أن لا أكون أهلا له. قال لي شنو؟ قال قلت أني رافضي وقد سمعت سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول إن أول من سمي بالرافضة هم السحرة الذين آمنوا بموسى. إيش سوى بهم فرعون؟ أخذ يتتبع آثارهم وأراد قتلهم، ومع هذا كان لهم ماذا؟ السبق في الثبات على العقيدة، فرفضوا دين فرعون وآمنوا بموسى فسموا بالرافضة. لاحظ، يعني الأصل في تسمية الرافضي بالرافضة لأنهم رفضوا الكفر وعبادة غير الله ولم تخضع جباههم إلا لله. قال وأما بكائي لأجلك فإني أخشى أن تكون من الكاذبين فتنسب لهذه الرتبة ولهذا المقام من لا يكون أهلا له. تقول أنا تقول عني شيعي أخاف تكون كاذب. التفتوا جيدا عندما تتجدد ذكرى ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، فلنجدد ولاءنا ونجدد محبتنا ونضع أيدينا ونجدد بيعة الغدير. جدد الغدير وتخيل أن يدك في يد إمامك عليه السلام، فهو الصراط في الدنيا والصراط في الآخرة. فهنيئا من والى علي بن أبي طالب، فحبه إيمان وبغضه ماذا؟ كفر ونفاق. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إلى الحق، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.